فجر مسلحون الليلة الماضية مؤسسة شهيد المحراب بقنبلة شديدة الانفجار أسفرت عن مقتل طفلة لم تتجاوز 10 سنوات، فضلا عن أضرار مادية في مبنى المؤسسة والمسجد المجاور لها. كتلة المواطن حملت خلال مؤتمر صحفي الحكومة المحلية مسؤولية هذا الخرق الأمني. طفلة ضحية أمام قريبة من المؤسسة مرة في هذا الطريق. أن ذلك يدل بشكل واضح على عجز الحكومة المحلية التي قصرت كثيرا في حفظ الأمن. نحمل القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية كامل المسؤولية في أن تضع المعالجة الحقيقية لما يجري من تدهور أمني في محافظتنا. وبعد ساعات من تفجير مؤسسة شهيد المحراب تعرض منزل شرطي إلى هجوم برمانة يدوية في حي الأسكان، كما هاجم مسلحون بأصابع الديناميت منزلا آخر لمفوض في شرطة التحقيقات، أدت إلى حدوث أضرار بالمنزل وتحطم زجاج سيارته. هذه الهجمات تأتي في أعقاب هجمات مماثلة تعرض لها رجال دين وضباط في أجهزة الاستخبارات ومقرات أحزاب. تقريبا 5 إلى 3 صار الحالة، سمعنا الضربة، ما شعرت غير نار، وثقب البيت كله نار وانفجار هائل، بحيث الشبابيش الجامر الشبابيش كله انخلع، الباب الرئيسية انخلعت. هاي تسويها مجامع محمية ومحمية من جهات يعني متنفذة. الحكومة المحلية اتهمت جهات على خلاف معها بتنفيذ هذه الأعمال، متوعدة بأنها ستضرب بيد من حديد كل من يحاول العبث بأمن المحافظة، وأنها بصدد استدعاء قوة العمليات الخاصة لمعالجة الموضوع. هناك بعض الجهات ربما في الفترة الأخيرة كانت لها يعني حقيقة مواقف سلبية مع الحكومة المحلية، مع الحكومات المحلية أو مع الحكومة الاتحادية، واتجهت باتجاه آخر. خطة أمنية قوية بهذا الاتجاه، وسوف نضرب بيد من حديد على كل من تساءل لنا زعزعت وضع الأمن في الديوان، وسوف تكون هناك ربما استخدام أجهزة أمنية لحد الآن لم حقيقة تنفذ أي عملية بهذا الاتجاه من مكافحة الأرهاب، اللي هي لمكافحة الأرهاب للعملية الخاصة. قائد شرطة الديوانية وفي اتصال هاتفي مع الحرة أكد اعتقال 20 متهما، 5 منهم اعترفوا بتنفيذ هذه الهجمات دون ذكر الجهة التي ينتمون إليها. أعضاء في مجلس النواب حذروا من خطورة الوضع الأمني في الديوانية، متهمين أجهزة الاستخبارات بالفشل. الوضع الأمني في محافظة الديوانية يسير من سيء إلى أسوأ. طبعا هناك استهدافات لضباط الاستخبارات، ضباط الأجهزة الأمنية، لرجال الدين. الحقيقة احنا طبعا الخلل مؤشر على ضعف الأجهزة الأمنية وخاصة الاستخبارات والمعلومات الوطنية. وتيرة العنف التي تصاعدت بشكل كبير ومسلسل استهداف مقرات الأحزاب وعناصر أجهزة الاستخبارات تؤشر حالة الخلل الموجودة في المنظومة الأمنية، وتبعث رسالة عدم اطمئنان للمواطن عن حجم الصراع الذي تجاوز حدود الضرب تحت الحزام. من مدينة الديوانية ميثم الشباني، الحرة.